إذا أنت تاجر جديد على موقع أمازون أو تريد التسجيل على الموقع كتاجر، ابق معي لآخر الفيديو لتتطلع على 5 نصائح مهمة ستساعدك بدء مشروعك بطريقة صحيحة على موقع أمازون. مرحبا، أنا رضا عازم، محاضر ومستشار في مجال التجارة الإلكترونية وتاجر على موقع أمازون لأكثر من 5 سنوات. خلال عملي على موقع أمازون وتعليم المجال للطلاب، لاحظت عدد مفاهيم خاطئة لدى الطلاب عن موقع أمازون. أنا أيضا كانت لدي مفاهيم خاطئة عن الموقع، وفقط خلال عملي على الموقع تعرفت عليها. النصيحة الأولى هي عدم الاستهتار. موقع أمازون لا يتساهل مع التجار الجدد على الموقع، وأنا أقول لكم ذلك لكي تتوخوا الحذر وليس لأخيفكم. أي خطأ تفعلونه في المراحل الأولى خلال عملكم على موقع أمازون، الموقع سيعاقبكم. تجار جدد على الموقع سيكونوا مراقبين، لذلك تعلموا المجال بطريقة صحيحة ولا تستهتروا في أمازون. النصيحة الثانية، سجلوا في برنامج البروفيشنال. الكثير من التجار تسجل في برنامج الانديفيديوال وليس في برنامج البروفيشنال، والسبب الرئيسي لذلك هو التكلفة، لأن في برنامج الانديفيديوال لا تدفع رسوم اشتراك شهرية، أما في برنامج البروفيشنال ستدفع $49.99 اشتراك شهري. أمازون تتعامل مع تجار اشتركوا في الانديفيديوال بطريقة مختلفة تماما عن الأشخاص الذين اشتركوا في البروفيشنال. ستعطي الأفضلية لتجار البروفيشنال وستقيم تجار الانديفيديوال تقييم غير جيد في الموقع. أيضا الإمكانيات في برنامج الانديفيديوال إمكانيات مقلصة، ولا يوجد جميع العوامل المهمة والتحليلات اللازمة على حسابك على عكس برنامج البروفيشنال. النصيحة الثالثة هي الاستثمار. لبدء البيع على موقع أمازون عليك أن تستثمر مبلغ. المبلغ يتغير حسب المنتجات التي تريد بيعها. من الصعب معرفة المبلغ الذي ستستثمره في البداية. فقط عند إيجاد المنتج المناسب لبيعه ومعرفة تكلفته وتكلفة شحنه ستعرف بالضبط ما هو مبلغ الاستثمار. النصيحة الرابعة هو المراقبة والبحث. في هذه المرحلة سنبدأ بالبحث عن منتجنا الأول على موقع أمازون، لذلك علينا أن نبذل جهد في مراقبة التجار على الموقع وعمل بحث أسواق مهني لإيجاد المنتج الأول الذي نريد بيعه. هذه المرحلة ممكن أن تستغرق فترة طويلة، لذلك لا تيأسوا أو تستسلموا. مرحلة إيجاد المنتج هي مرحلة مهمة جدا. النصيحة الخامسة، استمتع لأنك محظوظ. إذا أنت مسجل على موقع أمازون فأنت محظوظ، لأن عملية التسجيل بالموقع ليست سهلة، ويوجد للأسف الكثير من الدول العربية لا يمكنها التسجيل على الموقع كتاجر. لذلك انتهز هذه الفرصة وحاول تسويق منتجات التي هي موجودة في دول أمازون لا يعطي لجمهورها التسجيل على الموقع كتاجر. وسؤالي لهذا الفيديو، ما هي المواضيع التي أنت غير متمكن بها بشكل كامل على موقع أمازون؟ اكتب لي بالتعليقات إجابتك وسأحاول مساعدتك. لا تنسى الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو. بالنجاح للجميع.